جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لو تكرمتم، بعض الإخوة يخلط بين الهدي والأضحية والفدية، هل تتكرمون بالتفصيل في هذا وقد ناسب المقام إن شاء الله؟ أما الأضحية فإنها مشروعة لحق عموم المسلمين، وأما الهدي والفدية إنهما يختصان بالحجاج. والهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الواجب هو هدي التمتع والقران. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وكذلك الهدي الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور، وهو ما يسمى بهدي الجبران. أما ما زاد عن ذلك لم يكن هدي تمتع ولا هدي جبران ترك واجب أو فعل محظور، فإنه يكون من الهدي المستحب، يكون من الهدي المستحب، وهو من أفضل الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، أي 100 بعير ذبحها يوم النحر في منى. ولا شك أن الواجب هو بعير واحد، وأما الباقي فإنه كله يكون هدي تطوع. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح هناك وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام.